بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني النهاردة الحقيقة أن أعلن لكل أبنائي وبنات الطلاب وكذلك للسادة أولياء الأمور وكافة المهتمين بالتعليم العالي في جمهورية مصر العربية نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق قبول طلاب الشهادة الثانوية العامة بالجامعات. الحقيقة النتيجة اللي بتعلن النهاردة تتويج لمجهود كبير بذل من فريق العمل في الوزارة، خاصة مكتب التنسيق وقيادات مكتب التنسيق والمجهود الكبير اللي تم في الفترة اللي فاتت وما زال الحقيقة، فبشكرهم عليه. واللي هنشوفه الحقيقة ده هو نتاج لهذا الجهد اللي هنعلنه دلوقتي. في البداية عايز طبعا أبعت كل التهنئة لبناتي وأولادي الطلاب اللي تم تنسيقهم في هذه المرحلة، وأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في مرحلة التعليم الجامعي، والتمنيات طبعا الطيبة للولادنا اللي في المراحل القادمة، وأملي إن يبقى بيحققوا مستقبلهم وأحلامهم من خلال التحاقهم بالكليات والبرامج اللي بتتناسب مع مهاراتهم وإمكانياتهم، تلبية طبعا لرغباتهم. عشان كده أنا بتمنى لهم كل التوفيق. برضو قبل ما ابتدي بتوجه بالشكر لوسائل الأعلام المختلفة المسموعة والمرئية. الحقيقة دوركم فاعل في نشر أخبار مكتب التنسيق والتعليم العالي وما يجرى من فعاليات في التعليم العالي والجامعات والمراكز البحثية، فاسمحوا لي أتوجه بالشكر الخاص لوسائل الأعلام اللي بيوصلوا رسالتنا للطلاب وأولياء الأمور والرأي العام. هبتدي العرض سريعا، هبتدي ابتدينا إمتى المرحلة الأولى. الحقيقة كان في 11 أغسطس 2022 وانتهى التقديم يوم 16 أغسطس 22 نهاية المرحلة الأولى. وإحنا اللي تقدم في المرحلة زي ما قدام حضراتكم 117,758 طالب، نسبتهم 19% في الشعبة العلمية، 22,475 طالب اتقدموا في هذه الشعبة. شعبة الرياضيات اتقدم 15,220 بيمثلوا نسبة 13%، أما الشعبة الأدبية اتقدم 68% من طلاب هذه الشعبة، 80,000 طالب 63 اتقدموا بإجمالي 117,758. ده هنا عدد الطلاب المتقدمين برغباتهم، ده الإجمالي بعد ما فتحنا المرحلة الأولى وانتهى التقديم بتاعها. قدامنا فيه 37,989 طالب اتقدموا في شعبتين العلوم والرياضيات، والشعبة الأدبية 79,209. الطلاب اللي قاموا بتسجيل رغباتهم 117,198. لو طرحنا ده من العدد اللي في السلايد اللي فات بنلاقي ان في 560 طالب ما تقدموش. علشان كده انا كنت حريص اننا مدينا فترة التقدم للتنسيق يوم، حرصا ان اولادنا اللي هم ما لحقوش او ما قدموش ان هم يقدموا في المرحلة الاولى. الحدود الدنيا للمرحلة الأولى، شعبة العلوم الحد الأدنى 365 درجة، فأكثر تقريبا 89.02. شعبة الرياضيات 341 درجة، فأكثر 83% و17% من 100. الشعبة الأدبية 264.5 درجة، فأكثر بنسبة 64.51%. هنبتدي نشوف الحدود الدنيا اللي قبلتها تم القبول الطلاب في الكليات المختلفة.
التخصصات المختلفة. هنبتدي بالشعبة العلمية، الكلية، كلية الطب البشري. الحد الأدنى للقبول 375.6 درجة بنسبة 91.6. طب الأسنان 374.5 درجة بنسبة مئوية 91.34%. العلاج الطبيعي 372 درجة بنسبة 90.73%. الصيدلة 369 درجة بنسبة 90%. الهندسة 343 درجة بنسبة 83.65%. بالنسبة للشعبة الأدبية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قبلت حد أدنى 340 درجة بنسبة 82.92%. كلية الألسن قبلت من 329 درجة بنسبة 80.24%. الإعلام 316 درجة بنسبة 77.3%. أما كلية الآثار فكان حدها الأدنى 315 درجة بنسبة 76.82%. الفنون الجميلة 282 درجة بنسبة 68.78%. السنة دي الحقيقة احنا في إطار الإتاحة للطلاب، احنا في كليات جديدة تم بدايتها وتسجيلها وابتدت تستقبل طلاب في الجامعات الحكومية. قدامنا أربع أمثلة لهذه الكليات: كلية الصيدلة في جامعة الوادي الجديد، كلية الطب البيطري في جامعة عين شمس، كلية الهندسة في جامعة دمنهور، وكلية الطب في جامعة العريش. الحقيقة لو تلاحظوا احنا في قدامنا الإتاحة عايزينها توصل في كل مكان في ربوع مصرنا الحبيبة. قدامنا الوادي الجديد بنفتح فيها كلية جديدة، العريش بنفتح فيها كلية جديدة، ده بالإضافة طبعا للجامعة اللي بجنوب سيناء اللي بيتم إنشائها في أبورديس. ده كله لإتاحة الجامعات الحكومية وصولا إلى كل المناطق الجديدة والنائية، حرصا مننا على دعم التنمية في المدن الجديدة. طيب المرحلة الثانية إيه اللي هيحصل فيها، أو إيه الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية؟ لو ابتدينا بشعبة علوم الطب البيطري في أماكن شاغرة للطلاب لأولادنا: التمريض، العلوم، الزراعة، طبعا الجامعات التكنولوجية، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد والعلوم السياسية، ألسن والأثار والإعلام، وطبعا باقي الكليات النظرية اللي بتسمح بأن تخصص العلوم يلتحق بها. أما بالنسبة لشعبة الرياضيات فالكليات المتاح فيها أماكن لأولادنا في المرحلة الثانية طبعا كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، التخطيط العمراني، فنون جميلة عمارة، وطبعا الجامعات التكنولوجية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والألسن والإعلام والأثار والفنون التطبيقية، وبرضو باقي الكليات النظرية التي تسمح لأولادنا في شعبة الرياضيات بالالتحاق فيها. أخيرا الشعبة الأدبية، الكليات اللي هي فيها أماكن شغرة في المرحلة الجاية إن شاء الله: كليات التربية والأداب بنظاميها والحقوق بنظاميها، وكلية السياحة والفنادق، وكلية الخدمات خدمة الاجتماعية. هنبتدي إمتى المرحلة الثانية؟ إحنا من بكرة إن شاء الله على طول
نبدأ المرحلة الثانية بنفس البروسيدجر اللي بيتم في المرحلة الأولى من خلال الموقع بتاع التنسيق تبع وزارة التعليم العالي. هنبدأ من بكرة بإذن الله الخميس 18 أغسطس نتلقى رغبات ولادنا في المرحلة الثانية وفقاً للي أعلناه، وحتى يوم الاثنين 22 أغسطس بإذن الله. تقريباً المرحلة دي وفقاً للمجاميع المعلنة هيبقى هنقبل 269,202 طالب، منهم في الشعبة الأدبية 45,908 والشعبة العلمية 223,294 طالب إن شاء الله. حد الأدنى هيبقى المرحلة الثانية الشعبة العلمية هنقبل درجة 246 درجة فأكتر، ودي تقريبا بتمثل نسبة 60% من المجموع. بالنسبة للشعبة الأدبية هنقبل من 238 درجة فأكثر بنسبة 58.5%. بالنسبة للشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبعا من بدءا من يوم السبت 20 أغسطس إن شاء الله هنبدأ نقبل الشهادات وفقا للنتائج أعلنها من المختلفة. شهادات الفنية هيبقى برضو النصف الأول من شهر سبتمبر 22، وطبعا هي مرتبطة بعضها بالقدرات، وطبعا كل التفاصيل دي بتبقى موجودة على موقع الوزارة لأي تفاصيل مطلوبة، موقع بتاع التنسيق، وهو ده اللي منقدم منه. وأتمنى لأولادنا في المرحلة الثانية تبقى برضو كل التوفيق، وبتمنى لولادنا اللي في المرحلة الأولى اللي عرفوا كلياتهم ودلوقتي الطريق بقى واضح ليهم النجاح والتوفيق في الحياة الجامعية في التعليم الجامعي، وأتمنى لهم كل الخير. شكرا.